وقد ذكر الإمام الذهبي في معجم الشيوخ والإمام ابن حجر في الدرر الكامنة عن الشيخ جمال الدين الطيبي ابن الواصلي أنه كان في ملأ من الناس فقال: حضرت عند سنجق خزندار هولاكو، وهو ممن تنصر من المغول، وذلك في دولة أبغ في أولها، وكنا في مخيمه، وعنده جماعة من أمراء المغول وجماعة من كبار النصارى في يوم ثلج، فقال نصراني كبير لعين: أي شيء كان محمد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راعيا وقام في ناس عرب جياع، فبقي يعطيهم المال ويزهد فيه فيربطهم، وأخذ يبالغ في تنقص الرسول. قال: وهناك كلب صيد عزيز على سنجق في سلسلة ذهب، فنهض الكلب وقلع السلسلة ووثب على ذلك النصراني فخمشه وأدماه، فقاموا إليه وكفوه عنه وسلسلوه. فقال بعض الحاضرين: هذا لكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أتظنون أن هذا من أجل كلامي في محمد؟ لا، ولكن هذا كلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد ضربه فوثب. ثم أخذ أيضا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في ذلك، فوثب إليه الكلب ثانيا وقطع السلسلة وافترسه. قال: وافترسه والله العظيم وأنا أنظر. ثم عض على زردمته، أي على حلقه، فاقتلعها فمات الملعون. قال: فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. ومن الضوابط التي ينبغي مراعاتها عباد الله في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تتم بنصرة دين الله عز وجل، وأن الله ينصر عباده بشرط نصر دينه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا ينصر الله من يرفع شعارات إلا رسول الله، وهو بعيد أشد البعد عن منهجه، بل لا ينصر الله من يكفر بالله ويسب الله صباح مساء، وأعماله كلها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك للصلوات واقتراف للموبقات المهلكات من المحرمات والمخدرات والقتل والسرقة والنهب، ثم يدعي نصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. بل كيف ينصر الله من يستهزئ بسنته ويصفها بالقشور والتخلف والرجعية، ثم يدعي نصرة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟